السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعاتي العزيزات في فيديو جديد. دائما وابدا كنرحب بكم، كنجدد ترحب بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اقتراح سهل وزوين. غادي نقدم لكم حريشه برايبي اللي كيجيو زوينين زوينين بزاف، مكونات اللي بساطين. فبسم الله وعلى بركه الله ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. نحتاجو كاس ديال السميده، كاس مملوء جيدا السميدة اللي كنعملو بها الحرشة. غادي نوضع أيضا معلقة ديال السكر، معلقة اللي مملوءة جيدا، والحلاوة دائما كتبقى على حسب الرغبة ديال كل أسرة. غادي نوضع نص صاشية ديال سكر الفانيلا اللي ممكن تعوضوها بقشور الحامض. غادي نوضع قبيصة ديال الملحة. غادي نخلط المكونات الناشفة مع بعض، نواشف مع بعض، وغادي نضيف بيضة واحدة، وغادي نضيف ايضا نصف كاس ديال الزيت. غادي نخلط واحد الشويه، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال خميره الحلويات الباكن بودر اللي استعملته صاشيه واحده، يعني 6 غرام ما يعادل معلقه صغيره. غادي نخلط مزيان مزيان، وغادي نضيف باقي المكونات. من بعد ما خلطت مزيان عاد غادي نضيف باقي المكونات. غادي نضيف نص كاس ديال الكوك، يعني الكاس اللي عملنا معمر بالسميده غادي نضيفو النص ديالو ديال الكوك. بالنسبه للكوك اذا كان نوع الميدم مزيان، اذا كان ماشي ميدم وهكا غادي يكون ناشف غادي طحنوه شي شويه بالميكسور اولا بمولينكس حتى يطلق الزيت ديالو، عاد غادي تضيفوه باش هكا الغريبه ديالكم اولا الحريشات ديالكم او البسبوسات ديالكم يجيو معلكين من الداخل. بعد ما خلطت الكوك مع باقي المكونات غادي نضيف طاس واحد ديال الرايبي. انا يعني كيعجبني هكا بعض المرات كيكون عندي ما كنلقى ما نعمل به، كنعمل به الحرشه اولا البسبوسه. اذا ما كانش متوفر عندكم رايبي ممكن تعوضوه بواحد اليوغورت ديال جوج دراهم اولا جوج صغار ديال درهم. غادي نخلط هاد اليوغورت مع المكونات. غادي يصبح لي الخليط ديالي خفيف. نخلطو جيدا جيدا باش ينسجمو جميع العناصر مع بعض. كيصبح لنا الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف الشوكولات حبيبات اولا الشوكولات فيرميسيل اللي كيبقى اختياري، انا كيعجبني في الحريشات. بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش بغيتو تستغناو عليه ماشي مشكل، حتى بلا بيه بلا يعني بلا هاد الشوكولات غادي يجيوكم حريشات زوينين. الشوكولات فيرميسيل كنضيفوه هو الاخير باش كيبقى لنا باين. كنخلط بهذا الشكل، وغادي نغطي الحريشات ديالي وغادي نتركهم يرتاحوا 15 دقيقة حتى يتجمع الخليط ديالنا مع بعضه ويسهل علينا التكوير ديالو. من بعد ما دازت عليه 15 دقيقة غادي نبدا ندهن يديا بالزيت ونكور هكا كويرات، نفندهم في السميدة ونحطهم في الصينية اللي تكون ضروري ضروري مدهونة بالزبدة ولا بالزيت ومرشوشة بالسميدة اولا تفرشوا ورق الفرن. بالنسبة ممكن تعملوا هاد الحريشات هكا كويرات، ممكن تعملوهم تجيكم هكايا بشكل كامل، يعني فحال شي بسبوسه ولا فحال شي كيكه غادي تجيكم ايضا زوينه بزاف بزاف. ما كورت الخليط ديالي كامل كنحصلوا على 12 حريشه بهذا الشكل هذا. ما نخليوهمش مقابين بزاف هكا السطح ديالهم، نساويوهم شي شويه. غادي ندخلهم للفران يتشقوا على الوجه ديالهم، يعني النار تكون فوق منهم بحال الطياب ديال الغريبه. النار الفران يعني النار ديالو ناقصه حتى يتشقوا من الوجه، عاد نطلعوهم الفوق يكملوا طيابهم. كان هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيطيبوا، كيجيو محمرين مشقين زوينين. غادي نقسمهم معاكم باش تشوفوا التعليكه اللي كتجي فيهم من الداخل، واللي السر ديالها هو داك الكوك اللي كنطحنوه مزيان مزيان نخرجوا منه الزيت. كنتمنى من كل قلبي هذا الاقتراح يكون نال الاعجاب ديالكم. تهلاو ليا فراسكم، اذا درتوا التطبيق ما تنساوش تردوا عليا، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير. استودعكم الله، مع السلامه.